قد يختلف الناس من ثقافات مختلفة وبلاد مختلفة عن منظر معين فيه، بعضهم يرى فيه جمال والبعض الآخر لا يرى فيه جمال. لماذا؟ هناك موضوعين، موضوع الأخلاق وموضوع الفلسفة. الغرب يقدمون الجمال على الأخلاق، نحن المسلمين نقدم الأخلاق على الجمال. فاللوحة يجب أن تكون أخلاقية قبل أن ننظر إلى جمالها، أيضا الرواية يجب أن تكون أخلاقية قبل أن ننظر إلى جمالها. لذلك أحيانا نستغرب نحن المسلمين أن بعض الكتاب في الغرب يقدرونهم مع أنهم كتبوا شيء في غاية الوضاعة الأخلاقية. لماذا؟ لأننا نحن المسلمين نقدم الخلق على الجمال. فإذا كان الجمال، فإذا كان الخلق مقبول لنا، فيمكن أن ننظر بعده في الجمال. وأرجو أنه في هذه الفكرة أن تفسر لنا لماذا نختلف بين البلاد وبين الثقافات.